لنا شو الموهبة؟ أكيد رياضية. شكلكم سيرك كمان؟ أنا بدأت السيرك من عندي حوالي 4 سنين، وبابا هو اللي اكتشفني، ومحمد تقريبا برضو بدأ من نفس السن حوالي 6 سنين. وعاملين حاجة جديدة مخصوص Arabs Got Talent. شي لا Arabs Got Talent؟ احنا بقالنا 25 سنة تقريبا في السيرك، بنأدي فقرات أكتر من فقرة بشكل أشكال مختلفة يعني. طب انتوا جاهزين الحين؟ إن شاء الله. يلا 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 تفضلوا. بنتمنى طبعا ان احنا نقدر نعدي ونحقق حاجه كويسه عشان نهديها لوالدي اللي تعب معانا كتير جدا من واحنا اكتر من 25 سنه من واحنا صغيرين جدا. اهلا، كيفكم؟ تمام الحمد لله. من وين جايين؟ مصر. اهلا وسهلا. عرفنا عن حالك اذا بتريد. محمد ياسين، مصر. احمد ياسين، احنا اخوات. هنقدم فقرة خاصة بالسيرك هاند تو هاند. حاسين رح تربحوا بالآخر؟ احنا هنعمل اللي علينا والباقي على الله إن شاء الله. فضل. أنا برأيي إنه أنتوا عملتوا جهد كتير كبير بالعرض تبعكم، ولكن هالجهد بين للناس. أنا باعتقادي لازم جهدكم ما يبين للناس. وفي حركة جربتوا تعملوها مرتين وفشلتوا فيها، أثرت طبعاً على النتيجة. في بس سبب؟ تفضل. المفروض الحركة هو بيركز تركيزه في نقطة معينة، وأنا كمان الكشاف اللي فوق أنا هو مش عارفين نركز في حاجة، أنا مش شايفه اللايت يعني الإضاءة، أنا مش شايفه فوقية، إن أنا ما أقدرش أرفع دماغي، أنا بس بلمحه وهو ما يقدرش يركز في ده، فمعرفنيش يعني. طبعاً عضلاتكم حلوين، مبين أنكم بتتمرنوا، لكن أنا ما وصلني اللي أنا ناطرته. عاوز بس أضيف معلومة بسيطة، إن الفقرة مش موجودة ولا في الوطن العربي، مفيش حد بيمرننا على الفقرة دي، احنا اجتهدنا فيها عشان نقدمها بس فقط في Arabs Got Talent لأنها مش موجودة. احنا مع الأشياء المتميزة أو الأشياء النادرة نحاول أنه أيضا نقف معها بشكل غير الأشياء اللي تجي لنا بشكل متكرر. أمام هذا اللون اللي أنتم تقدمونه، أنا أقول عن نفسي مع كل الأخطاء اللي حصلت، مع كل الملاحظات، أنا أقول نعم. أنا بعتذر. لا
يعني نحن هيدي حلقة تاريخية. نجوى ذات القلب الكبير كانت لاؤها نعم أول شيء. بس أنا قلت إنه قد ما يكون عنا قلب لازم نحكم عقلنا، ونحن بلا روح ما فينا نعيش. يا سلام على كلام الشعر، شفت التقسيمة اللي سوتها؟ العقل والقلب صحيح. والروح صحيح. هي إجمالاً إجمالاً بس يقول القلب لا، العقل بيقول نعم. ومع التحالف الأول من نوعه بين روح اللجنة ناصر والعقل المفكر علي ضد قلب اللجنة نجوى، النتيجة كانت لصالح الأخوة ياسين اللي أصروا يكملوا عرضهم في الكواليس. أهو تمام عملوه.